متتبعينا في موقع اليوم 24، مرحبا بكم في هذا البث المباشر لمتابعة وقائع الزلزال الكارثي الذي ضرب منطقة الحوز ونواحيها مع مراسلنا يعني في نواحي مدينة تارودانت، نواحي تارودانت، وتحديدا يوجد مراسلنا سعيد أبو درار في طريق إلى جماعة أونايم تابعة لقيادة تفنغولت إقليم تارودانت. مرحبا بك سعيد. مرحبا سيد الحق. سعيد، بعد بلاغ الديوان الملكي أمس يعني الذي تحدث عن العديد من الإجراءات لدعم الساكنة، سواء الدعم المالي سواء إعادة بناء والإيواء، كيف استقبلت الساكنة في المنطقة هذا البلاغ، وهل رصدتم أي تحركات للسلطات المحلية في المنطقة للشروع في تنفيذ هذه التعليمات؟ تمام سي بالحق، الواقع ديال هذا البلاغ، الواقع ديالو على الساكنه المحليه المتضرره جراء هذه الكارثه كان جد ايجابي ومفرح. عينا مجموعه من الاسر اللي استوعبت هذا البلاغ، يعني المنقسم الى مجموعه من المحاور. الاهميه ديال هذا البلاغ تقتصر في 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 اهميه اعاده الاعمار ديال المناطق المتضررة. مثلا الدواوير التي شملها هذا الزلزال سيتم تجميعها في تجمعات سكنية يتم بناؤها وفقا لدفتر تحملات يحترم الشروط. المسألة سعيد، واش ارصدتي هذه المسألة في المنطقة انهم بداوا يعني العملية ديال تجميع سكينة الدواوير في منطقة واحدة؟ تماما، نواحي تيزينتاست كان مجموعه من المسؤولين في المنطقه تمكنوا يعني من تحديد بعض المواقع المقترحه لاعاده تاهيل لهذا المركز باش يتم تجميع الدواوير. نتحدث على ديك المنطقه ديال الاخفيس بمحاذاه الجبال، شفنا مسؤولين عاينوا مجموعه من الاراضي بالمنطقه، ربما سيتم توطين احد التجمعات السكانيه بالمنطقه. لكن هذه واش فقط حلول مرحليه لوضع الخيام في هذه المناطق ام لبناء المساكن في هذه المنطقه؟ لا، هذه المرحلة ديال وضع الخيام تم تحديد مواقعها بالقرب من الدواوير. نعم، وهذه المناطق اللي فيها الخيام كتوقع أنها تكون هي مركز لبناء تجمعات سكنية في هذه المنطقة؟ لحد الآن لا وجود لأي معلومة رسمية في هذا الموضوع. نعم. لكن التوقعات تبقى محط إثارة الانتباه ديال التواجد ديال المسؤولين يعني المركزيين ومسؤولين محليين. نعم سعيد، يمكن لك توصف لنا المناطق اللي زرتها في هذه الساعات القليلة الأخيرة وتعطينا آخر المعطيات؟ قبل قليل كنا بمركز جماعة تفنغولت، لاحظنا مجموعة من التحركات ديال السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية. لاحظنا مجموعة من الشاحنات المحملة بالخشب، خشب التدفئة، يتم توزيعها وفقا لمتطلبات الساكنة استعدادا لموجة البرد التي ستشمل التي ستحل بالمنطقة في الأسابيع المقبلة. تم توزيع هذه الشاحنات وتم إرفاق كل واحدة منها بمسؤولين عن الدرك لإيصالها إلى المناطق المتضررة والمناطق الجبلية. نعم، طيب بالنسبة للخيام، هل تم تزويد الدواوير بالخيام كلها تقريبا أم لا زالت هناك دواوير لم تصلها الخيام؟ في نفس السياق، باقي كاين المتطلبات ديال الساكنه، يعني باقي كاين طلبات تتوافد بكثره على الجماعه ديال تفنغولت. كما عاينا صبيحه اليوم كاينين فرق ديال القوات المسلحه الملكيه بدات في التنقل يعني جماعات للمناطق المحدده لنصب هذا الخيام. ولاحظنا ايضا مجموعه من الشاحنات المحمله بكميات مهمه من هذا اللوجيستيك المتعلق بنصب الخيام. طيب وبالنسبة للمواد الغذائية، هل لازلت هناك الشاحنات تتوجه إلى هذه المناطق في إقليم تارودانت؟
نعم، أكيد في الطريق لاحظنا العشرات من الشاحنات، خصوصا الشاحنات الكبيرة ذات مقطورة، يعني شاحنات كبيرة، يعني الأطنان من المواد الغذائية لا زالت تتجه لهذه القبائل القروية في النواحي ديال تيزي إنتاس والنواحي ديال تافنجولز. وكيف يتم تنظيم عملية توزيع هذه المساعدات؟ هل هناك لجان تعمل على تخزين هذه المواد وتوزيعها على الساكنة؟ أكيد كل منطقة يعني كاين المتطوعين يقومون بتخزين هذه المواد وتحديد الحاجيات أولا، لأن يوم أمس لاحظنا أن العدد عدد كبير من الكميات ديال هذه المواد الغذائية متناثرة بالقرب من تجمعات سكانية على مستوى عدة مقاطع طرقية، وتم وضعها ولم يتم إيصالها للساكنة، يعني الناس بدأت تكتفي من تسلم المساعدات وتوصي بإرجاعها إلى مخازن، أو يتدخل المتطوعون لمحاولة ضبط الأمور وتخزين هذه الكميات بالدواوير، بالرغم من الهاجس اللي كاين حاليا هو مخافة يعني حلول موسم الأمطار وفساد تلك الأطعمة والمواد. نعم، سعيد، بالنسبة للطرق المغلقة بسبب الانهيارات الصخرية، هل تم فتح هذه الطرق؟ جميع المسالك اللي زمنهم صبيحة اليوم مفتوحة، جميع المسالك الطرقية، ماشي المسالك وإنما الطرق المعبدة اللي كانت مسدودة قبل يومين، لقينا اليوم أنهم تسدوا، خصوصا بالقرب من جامعة تيزي إنتاست، يعني هاد المسالك كلهم في وجه مستعملي الطريق، أبعد نقطة في الحوز أخبار ودوك القبائل كاملين، اليوم أصبح بإمكان المتطوعين والمحسنين الوصول إلى تلك المناطق. وبالنسبة للخيام، هل تؤكد بأن لا زال هناك نقص بالنسبة لبعض الدواوير البعيدة؟ لا زال هناك نقص، وأكد هذه المسألة بحكم التواصل ديالنا مع الساكنة. أكثر من ذلك كاينين دواوير لم تتأثر بشكل كبير، المنازل لا زالت لم تتهدم بشكل كامل ولكنها متشققة، والساكنة تبيت في العراء، وأيضا هم أيضا بحاجة لهذه الخيام. ثمن الخيمة الواحدة اليوم وصل إلى ما يتجاوز 1500 درهم، يعني النوعية اللي هي رخيصة بلغت واحد الثمن اللي هو قياسي. لا أعرف كيف سيتم يعني توفير هذه الحاجيات، هذا الكم الهائل من الحاجيات للساكنة، لكن أرى بأن الأمور تتجه إلى احتواء الوضع بشكل مباشر من طرف القوات المسلحة الملكية، حيث شاهدنا كميات مهمة من هذا اللوجيستيك في منطقة تفنغولت، يعني شاحنات كثيرة لها المعدات لتوطين مناطق خاصة لمبيت الساكنة إلى حين المرور المرحلة الثانية لبناء يعني مراكز سكنية تاويهم. نعم، بالنسبة الآن حاليا أنت في الطريق إلى إحدى الجامعات القروية تسمى أونايم، يعني ماذا تتميز هذه المنطقة التي تتواجد فيها حاليا؟ هذه المنطقة جامعة أونايم تابعة لتفنغولت، بها عدة قبائل من بينها قبيلة تمرتقا، تبعد ب 38 كيلومتر عن جامعة تفنغولت. اليوم ستحضر بها فرقة طبية تابعة لأحد المؤسسات الصحية الخاصة بالرباط، ستحضر اليوم لإجراء يعني فحوصات للساكنة لتتبع وضعهم الصحي، لتوفير دواء للمحتاجين، خصوصا مرضى السكري، الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط. هذه المسائل كلها سنقوم بتتبعها في هذه المنطقة. نحن الآن على مستوى المقطع الطرقي القريب من أحد التجمعات السكانية في بداية ولوجنا للمنطقة الجبلية. نعم، سعيد أبو درار، مراسل موقع اليوم 24، من منطقة في من جماعة من قيادة تفنغولت في الطريق إلى منطقة أونايم إقليم تارودانت. شكرا جزيلا لك على التوضيحات. شكرا سيدي، شكرا.